ندرس مع القادة في كل مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. بداية تتقدم أسرة برنامج مع القادة بخالص العزاء للزميل محمد نجاح مصور برنامج مع القادة في وفاة جدته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرحم أمواتنا جميعا. لقاء اليوم تحت عنوان شباب اليوم قادة الغد. الشيء الجميل، رأينا شباب يترشح للانتخابات البرلمانية، رأينا شباب يشارك في العملية الانتخابية. نبارك بداية لكل من حالفه الحظ، ومن لم يحالفه الحظ نقول له أشرف لك أن تخرج، وإن ظن الجميع أنها هزيمة لكن بالشرف كانت بطعم النصر. وكل من وفق نقول له لا تغتر، فهي أمانة تحملتها أمام الله وأمام الجميع. إلا أننا نقول جولة أولى انتهت عندنا في مصر، البعض تجاوزها من المرحلة الأولى والبعض الآخر عنده إعادة. التوفيق، كل التوفيق لكل إنسان في قلبه حب لمصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا، وأن يزح عنا بقدرته شرارنا، وأن يرزقنا من يتقي الله فينا. لكن للأمانة موضوع الانتخابات محتاج دراسة على مستوى عالي جدا جدا من قبل الدولة، بعدما رأينا ما رأينا دون أن أتحدث عن أمور. لكن في لقاء الماضي أعلنت أن أي إنسان مسؤول عاوز يعرف مشاكل حدثت في الانتخابات صوت وصورة، أنا على تم الاستعداد أن أرسلها له. أمور خارقة، أمور لا يجب أن تكون. أيضا أتمنى أن يكون عندنا دراسة من يصوتون. وأقول لكل إنسان مثقف، لكل إنسان شريف لم يشارك في العملية الانتخابية، أنت السبب في تلك النتيجة التي ربما لا يرضى عنها الكثير. فأنا بقول لكل إنسان لم يشارك في العملية الانتخابية لا تتكلم عنها. مش أنت قعدت في البيت؟ ما تتكلمش، لا تقول لا حلوة ولا وحشة. أنت رضيت أن غيرك يتكلم باسمك ويصوت عنك، خلاص ما تتكلمش بقى. أمور لابد وأن تراجع مرة ثانية. في بعض الأمور المهمة يفترض أن المثقفين، يفترض أن الوطنيين، يفترض أن الشرفاء اللي ما حدش بيشتريهم مهما كان الثمن هم اللي بيشاركوا. لما تلاقي المجموعة دي بعدت في حاجة غلط، اللوم، كل اللوم على أنفسنا. ما تقوليش الحكومة والأمن والأحزاب، لا 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 لا، أدام أنت ما شاركتش، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكيد في عندنا ملاحظات في الانتخابات، أكيد في أمور حدثت. معنا على الهواء مباشرة دكتور فارس عمران خبير التدريب الدولي. السلام عليك يا دكتور. دكتور رمضان، أخبار حضرتك؟ والله نعم الحمد لله، وصحتك تمام؟ والله بخير الحمد لله، وحشنا صوتك. ربنا يحفظك. معالي الدكتور، حضرتك رأيت الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية 2020، ما هي ملاحظات دكتور فارس عمران على هذه الانتخابات؟ لا أنا مش بس رأيتها دكتور رمضان، ده أنا كنت مشارك فيها، أن أنا كنت أحد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020-2025. الحقيقة يعني التجربة بالنسبة لي تجربة مريرة شوية. حضرتك كنت مرشح نفسك في الانتخابات في الأسبوع الماضي، فردي مستقل عن دائرة مركز تطفيح الجيزة. الجيزة، وحضرتك بيقول تجربة مريرة. صحيح. على مسؤولية الدكتور فارس عمران، ماذا دونت من ملاحظات على هذه الانتخابات؟ أنا دونت العديد من الملاحظات. أول هذه الملاحظات أن أنا دعيت عشيرتي وكل أهالي مركز أطفيح بدون استثناء، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، أغنياء وفقراء، للمشاركة. تمام. وبالفعل كان حشود غير طبيعية أمام جميع لجان مركز أطفيح، وخاصة
لجان قرى صول ونزل الترجم والقرى المجاورة اللي بتأيد فارس عمران وغير من المرشحين المحترمين. تمام. والناس تكبدوا عناء ومشقة الإدلاء بأصواتهم، ولكن للأسف احنا رأينا نتائج بدون المساس بنزاهة وشرف وكرامة القضاء والقضاء، لقينا نتائج غير النتائج اللي كانت بتتكلم عنها الحشود اللي موجودة. أولا عدد الأصوات اللي مدونة أمام كل مرشح ليست هي الأصوات الحقيقية لمن قبله الأصوات. إزاي ده معالي الدكتور؟ يعني أنا على سبيل المثال عدد الأصوات اللي تمت بالنسبة لي أنا من واقع الكرز اللي تم يفوق 15,000. تمام. ومع ذلك تلقيت نتيجة إن هم 8,000 وحاجة. في 7,000 فرق. والكلام ده ينطبق على غيري من المرشحين. آخر كان عدد الأصوات بالنسبة له لا يتجاوز 10، فاق 50,000. ففي كلام طبعا احنا زي ما بأكد القضاء لا زال هو الحصن الشريف والمحترم والعادل لحقوق الإنسان في مصر. طب معالي الدكتور ممكن بس واحدة معايا كده لو سمحت. طب حضرتك بتقول 15,000 المدون 8,000، ايه اللي عرفك ان في 15,000؟ لان انا عندي مناديب اسماء لجان اللجان الفرعيه في الفرز، وعندي ورق بيثبت عدد الاصوات اللي انا حاصل عليها. يعني بالفعل معاك ما يثبت ان في 15,000 صوتوا لحضرتك؟ ده منشور على النت يا دكتور رمضان، مش معايا انا بس. ده طبعا انا كنت في دايره مرشح فيها فردي 13 زميل. تمام. بما فيهم انا، وكل زميل عنده مناديبه في اللجان الفرعيه بما فيهم انا، وكل زميل معاه ما يفيد عدد الاصوات اللي حصل عليها اللي هو اعلنها القاضي، اللي اعلنها القاضي رئيس اللجنه الفرعيه في كل لجنه. يعني مع الدكتور صندوق، لان زي ما انت عارف يا دكتور رمضان اتفضل، القانون وفقا لقانون الانتخابات المره دي بيقول ان فجز الاصوات بيتم على كل صندوق. تمام. والتجميع بالنسبه للدائره، بالنسبه لدائرتنا احنا أطفيح والصف، كان بيتم في مركز أطفيح. تمام. ده احنا مناديبنا اكدت معانا ان عدد الاصوات اللي حاصلين عليها رقم معين. تمام. واحنا رحنا اللجنه العامه على اساس نسمع الكلام ده، لكن للاسف لقينا الارقام مختلفه. يعني ما اعلن في اللجنه الفرعيه اختلف تماما في اللجنه الكليه. ده صحيح. تمام. واخد بال سيادتك؟ فطبعا ده اصاب الناخبين بشيء من الغصه وشيء من الاكتئاب، لانه الناس تكبدت عناء ومشقه الادلاء باصواتها، ومع ذلك يعني تفاجؤوا ان صوتهم ملوش اي لازمه. طب معالي يعني الدكتور، انا باكد هنا، معالي الدكتور رمضان لو سمحت لي، اتفضل، ان السيد رئيس الجمهوريه بيحاول يبني في البلد باي شكل، وبيوصل الليل بالنهار عشان البلد تعيش حياه ديمقراطيه وحياه محترمه وحياه سليمه. تمام. لكن هناك من يحاول هدم المساعي اللي سياده الرئيس بيعملها. تمام. يعني احنا فعلا عايزين سياده الرئيس يبص على اللي تم في هذه المرحله في الانتخابات لمجلس النواب، لان ده مش في مصلحه الديمقراطيه اللي هو بيسعى ليها بكل ما اوتي من قوه. هناك ايدي خبيثه يحاول هدم ما يحاول بناءه رئيس الدولة. تمام. كل ده بيصيب المجتمع بشيء من الاكتئاب وشيء من السلبية فيما بعد. تمام. وإحنا مش عاوزين كده، لأن إحنا كنا يا دوب بدأنا الدولة تنمو وبدأنا إن الدولة تنهض اللي إحنا بنسعى عليه كلنا. طب معالي الدكتور بس استفسار صغير، هل اللجنة الفرعية في ورق يثبت الأصوات لكل ناخب؟ كل يا سيد الفاضل، انا بقول لسيادتك الكلام ده منشور على النت على الفيسبوك، موجود وموجود عندي. والحاجه الثانيه ان كل قاضي فرعي معاه صوره من المحضر اللي هو ختمه ومضيه بامضته. طيب بالنسبه لحضرتك، طيب كان في فتره اللي هي مسروح بيها للطعون، تقدمت بطعن ولا لسه؟ تقدمت بتظلم، والزملاء برضه معايا في الـ في الـ في, الـ في الدائره بتاعتي اتقدموا بتظلمات، ولكن طبعا طالما اعلنت النتيجه بهذه الكيفيه اذا معنى ذلك ان هذه التظلمات رفضت. يعني معنى حضرتك تم اعلان النتيجه اليوم، فكل التظلمات التي قدمت لم ينظر اليها او لم تقبل. أكيد
وطبعا يعني احنا لم نخطر باسباب رفض تظلماتنا، وانا باكد برضه يظل القضاء المصري هو خصمنا في الدفاع عن الحقوق والعداله دون مساس به. ولكن احنا بنقول ايه، فين الايدي الخبيثه اللي لعبت، او الايدي الخبيثه اللي كانت بتمنع الناس من التصويت او بتحجمهم في التصويت، ومين اللي لعب في النتائج؟ يعني احنا عاوزين نفهم ايه اللي حصل. ناس كانت ناجحه فجاه بقى ساقطه، وناس كانت ساقطه فجاه بقت ناجحه. حاجه يعني تصرف ابدا مش هو ده رئيس الدوله اللي بيسعى ليه ابدا. رئيس الدوله بيسعى لاحسن من كده بكتير وافضل من كده بكتير. احنا مش عاوزين نكسر كل المساعي اللي رئيس الدوله بيسعى ليها، احنا عاوزين نقف جنبيه عشان الدوله فعلا تنهض احسن من كده. طب دكتور فارس، طب ما تقول لي كده بعض الامور اللي انت شفتها وانت ممارس فعلا كمرشح للانتخابات البرلمانيه، بعض السلبيات اللي شفتها. بعض السلبيات، اولا كان في تدخل امني، وجاء انا بعت بيه فيديو رئيس الدوله لمنع بعض اللجان من الادلاء باصوات ناخبيها. كان في وضوح في واضح جدا ان في تواجد امني لمنع التصويت في بعض اللجان، ومنها لجاني انا بالذات. تمام، واخد بال سيادتك ازاي؟ فده جاء شيء طبعا ضد الديمقراطيه تماما. تمام، وايه تاني يا دكتور؟ الامر الثاني والاهم من كده هو ان الحق لبعض المواطنين ان فلان ناجح اكيد قبل النتيجه ما تطلع. طب ده تحت حساب مين؟ يعني مين اللي عرفك ان فلان ده ناجح والصناديق لسه مقفوله؟ تمام، ولسه اللجنه العامه ما قالتش كلمتها. تمام، واخد بال سيادتك؟ يا سعاده الرئيس، بعد اذن سيادتك انا من منبرك ده باكد تاني على سياده الرئيس، بعد اذنك يا سياده الرئيس، المساعي اللي سيادتك بتسعاها في ايدي خبيثه بتحاول تهدمها، واحنا معاك قلبا وقالبا لمصلحه الديمقراطيه لمصلحه مصر، وعاوزين نشوف ليه الايدي دي بتعمل كده ولمصلحه مين المساعي اللي بتتم والجهود اللي بتتم والافعال اللي بتتم ضد الديمقراطيه واللي بتصيب المجتمع المصري بهذه الثقافه او بهذا الفكر الذي يهدم كل انواع الديمقراطيه. تمام، دكتور فارس عمران خبير التدريب الدولي، شكرا لحضرتك. طبعا الكلام قيل على مسؤولية الدكتور فارس عمران وأحد مرشحي مجلس النواب 2020 مركز أطفيح الجيزة، ذكر أمور وأنا بقول إذا مصر حريصة بجد على الديمقراطية لابد مراجعة ما حدث في الانتخابات على مستوى جميع المحافظات. في أمور إيجابية لا ننكر هذا الأمر، الإشراف القضائي شيء جميل جدا، التواجد الأمني أمام اللجان شيء جميل جدا، إنما بعض السلبيات الصغيرة والقنوات التي تكره مصر كثيرة وما بتعديش الحاجات الصغيرة دي. وعشان مين يا جماعة أجامل نائب على حساب نائب؟ طب تعالوا نتفق كده، لأن المجلس اللي عدى مع احترامي ليهم كلهم عملوا حاجة، ولا المجلس اللي جاي مع احترامي ليهم كلهم هيعملوا حاجة، عشان نكون متفقين يعني. فعلامة القتال، طب ما خلينا كمان نعمل ديمقراطية، وزي ما قلت إن الدولة لو شايفة واحد لا يستحق إن هو يكون نائب، بدل ما أحاربه محاربة بتخلي في النفوس شيء وتخلي الشباب يعزف عن العملية الانتخابية. ويمكن أفضل ما سمعت بيقول لك إن كان في واحد بيقول إن أنا أصلاً ناوي إن أنا عمر ما أترشح في انتخابات بعد اللي انا شفته في الانتخابات الاخيره دي، انا مش هروح كمان الانتخابات. طيب اذا الشرفاء قالوا كده، مين اللي هيصوت يا جماعه؟ مين اللي هيختار؟ ده يفترض انا بختار المثقفين، اصحاب المؤهلات العليا، اصحاب الراي، الناس اللي عندها فكر، الناس اللي هي لا تباع ولا تشترى. الحاجه الثانيه يا جماعه، لازم اللجنه العليا الانتخابات تضع في الحسبان ان ممنوع تحويل الناس بالباصات او بالميكروباصات من القرى عشان يروح ينتخبوا حد. أنا ألزم كل ناخب بمبلغ معين للمواصلات، وبعد كده الدولة تدير إن توصل الناس للانتخابات، وليس هناك تلقين وورقة دوارة. لا يا جماعة، مصر أكبر من كده، مصر أجمل من كده، مصر فيها من هو أشرف من كده. والله مش نهاية المطاف إنك توصل نائب، يا فرحة إن وصلت نائب وأصبحت على كل لسان إن أنت لست شريفا، وصلت بمساعدة الآخرين، لا أمور كتيرة جدا. في امل ناس املها كبير قوي، تقول بس امنيتي اوصل مجلس الشعب، وبعد ما وصل شكرا مش هيعمل اي حاجه خالص.
ناس تاني يقول لك لا مجلس الشعب مين ده، انا اوصل مجلس الشعب واخدم القاصي واخدم الداني واخدم مصر 5 سنوات اقضيها فعلا عشان خدمه مصر، مش 5 سنوات اقضيها عشان اجمع ال 40 50 مليون اللي انا صرفتها. لا يا جماعه الوضع غير كده خالص. عشان كده بنناشد السيد رئيس الجمهوريه وهو لما قال على الملأ امام الجميع على كل القنوات، على كل القنوات الفضائيه، قال كلمته الجميله اختار صح، اختار اللي يبكي على البلد، اختار اللي هو فعلا وطني شريف. طب يا سياده الرئيس الناس حاولوا الكلام ده بس ما قدروش، في موانع وعوائق الناس واجهوها. ايه هي الموانع؟ ايه هي العوائق؟ لابد ان تدرس. انا زي ما قلت حبا في مصر، انا عندي امور كتيره جدا ما ينفعش ازيعها ولا اعلنها لان البعض بيستغل الكلام ده، فلازم يا جماعه يكون عندنا غرفه مغلقه ويكون على مستوى الجمهوريه غرفه عمليات، ويقول لك اي حد عنده شكوى عن الانتخابات، اي حد عنده ملاحظه عن الانتخابات يبعتها لنا على الموقع ده، واستقبلوا وشوفوا وشوفوا اراء الناس. الدكتور فارس عمر خرج بنفسه وقال امور في غايه الاهميه، لابد وان تدرس هذه الامور. اسمعوا من الشعب وقولوا ايه اللي حصل، صوت وصوره هتلاقوا حاجات كتيره جدا. والله الحاجه اللي توصل ليكم وتلاقوا ان اللي بيقولها كره لمصر، كره للراجل اللي نجح، غير محق، لا عاقبوه اشد العقاب. انما الراجل اللي يبعت لكم او اي انسان يبعت لكم حاجه موثقه، حاجه فعليا حدثت، لا تدرس. مش كده وبس يا جماعه، بالله عليكم النائب اللي يوصل بالغش وبالتدليس ده ينفع يكون نائب؟ انا لما يكون ابني في ثانويه عامه وادور على فصل يكونوا فيه شاطرين واحطه في الفصل اللي هم الناس الشاطره ده واخليه ياخد درجه من على اليمين ودرجه من على شماله وبمساعده الناس المسؤولين عن المدرسه، ده يزق شويه وده يزق شويه ويطلع بعد الثانويه العامه وينفع يدخل كليه الطب رغم انه ناجح متفوق؟ ما ينفعش، لا ينفعش يدير اي حاجه ده خالص يا جماعه، ده حرام وحرام على كل اللي ساعده. فاحنا بنقول ايه بقى؟ تعالى بقى مره تانية نراجع امورنا ونشوف احنا ازاي ناخد مصر بر الامام. الرئيس لما قال اختار صح، طب هي ناس عايزه تختار صح، مين اللي ضد الصح؟ لازم يتعلم عليه، لازم الدنيا كلها تعرف ان مصر ال 2010 مش هترجع تاني يا جماعه، ومحدش يرضى ابدا بالفوضى ولا حد يفكر ان 2010 ترجع تاني، عمرنا ما هنقبل بحاجه زي كده. اكيد عندنا امور كتيره جدا بس سمعنا على الهواء مباشره الاستاذ رضا من الجيزه. السلام عليكم استاذ رضا. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال، اتصل بنا مره ثانيه استاذ رضا. فبنقول مصر قادمه وشباب اليوم قاده الغد، الشباب اللي راح وقف قدام اللجان والمرشح تبعك لم يوفق مش نهايه المطاف. رجع لنا استاذ رضا من الجيزه. السلام عليكم استاذ رضا. الو الصوت يا استاذ رضا لو سمحت ابعد عن التلفزيون وكلمني بصوت عالي من التليفون. لا لا ما فيش صوت، مش سامع حاجه. الو يا ريت بس يا استاذ رضا ابعد عن التلفزيون وكلمنا من التليفون بصوت عالي لو سمحت. فبنقول يا جماعه مصر غاليه علينا والشباب قادم، والشباب اللي هو المرشح تبعك لم يحلفوا الحظ مش نهايه المطاف، تجربه جميله وقفت قدام اللجام، كفايه بس انك عرفتوا الناس بتلعب ازاي في الانتخابات عشان المره اللي جايه لا يكون عندنا وعي اكتر وعندنا ثقافه اكتر، وكل انسان شريف وما نزلش يلوم نفسه بقى بجد ويقول لك المره اللي جايه انا هنزل. مش كده وبس يا جماعه، في مفاتيح انتخابيه اول مره نسمع عنها او بالفجور ده. زمان كان الواحد يقبض مبلغ ويدارى، دلوقتي علني، ده مرشح ده دافع لفلان اللي هو ساكن في قرية كذا ومديله مبلغ كذا عشان يجيب له عدد أصوات كذا، علني يا جماعة. دول لازم بقى يتكشفوا على الملأ، لازم الناس تعرفهم. وعشان كده بقول لك وأنت بتأدي العملية الانتخابية قبل أنك بتجامل فلان أو عايز تنجح فلان، هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. التالتة تابتة معايا أستاذ رضا من الجيزة، أتمنى يكون الصوت واضح. السلام عليكم. ألو يا ريت الصوره تتصل بين الحلقه اللي جايه بقى. فبقول الو. فعشان كده بنقول يا جماعه امانه عليك امام الله سبحانه وتعالى، هذا الاختيار
مش مجرد تختار قريبك ولا صاحبك، شيء جميل برضو تجامل ابن القرية، شيء جميل تجرب شيء جميل انك تجامل اي حد من حبايبك، لكن في الاول وفي الاخر هي مسؤولية امام الله. يفترض انت عندك في الدايرة قريبك صاحبك حبيبك اديله الصوت ده مجاملة. طب الاثنين التانيين، الواحد التاني اللي هتديه، هتديه لمين؟ للي انت قبضت منه، اللي انت من جواك متأكد ان هو لا يهش ولا ينش ولا بيشتغل الا لصالحه فقط لا غير. ايوه ده الغلط يا جماعة. احنا بندور على ناس هتشرع لنا، ناس هتعمل سياسة عامة للدولة. لازم الاختيار يكون نابع من حبك لبلدك، نابع من قرارة نفسك ان انت عايز تبني البلد بجد، زي ما الرئيس والجيش شغالين وشغالين بجد انت كمان اختار بجد. الحاجة التانية، انا عايز حد برضو مسؤول يا جماعة يطلع يناقش الناس فيما حدث بمنتهى الأمانة. غضب عند الشباب كبير جدا جدا، غضب عند الشرفاء كتير جدا جدا. يا جماعة حد يقول لهم هونوا على نفسكم شوية، ربما تكون سياسة الدولة هي عايزة الناس دي لأن في سياسة معينة هتنفس، هنرتاح ونطمن. لما نقول إن إحنا بنعمل البرلمان عشان لازم نكمل الغرفتين النيابيتين، عندنا برلمان مجلس نواب وشيوخ لازم نكملهم عشان العالم الخارجي، الناس تهدى شوية. لأن الناس بيقولوا اللي معاه فلوس هيوصل، واللي دفع 8 مليون هو اللي بيوصل، واللي صرف 15 مليون هو اللي بيوصل، واللي عرض على الناس 10 مليون عشان ما يدخلوش هو اللي بيوصل، أصحاب رؤوس الأموال هم اللي بيوصلوا للمراكز دي. طب بالله عليكم، راجل الأعمال ده معروف إن هو بيحب القرش قوي وذكي، راجل الأعمال طبيعته ذكي، بيرمي المليون زي الطعم هيجيله 10 مليون. طب اللي بيرمي 50 مليون هو عاوز يجيله كام؟ وكام دي هتجيله إزاي؟ ويا ترى حق مشروع ولا انتوا عارفين؟ لازم يا جماعة النائب أقصى ما يصل لي ما يقرب من 2 مليون جنيه في خلال 5 سنوات. طب أقول لكم على حاجة بمنتهى الأمانة، بعض النواب بعد ما دفعت 50 مليون دي لو كانت جت في بلدها كده في الدايرة بتاعتها وعملت في كل بلد أو في كل حي مدرسة ومستشفى وصرف 50 مليون دي برضو على الشعب، كان هينجح ولا مش هينجح؟ والله كان هينجح ويضرب به المثل، مش كده وبس، وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. إنما حاليا دلوقتي دفع 50 مليون، ربنا يطول في عمرهم، حد ضامن منهم إنه يكمل الدورة البرلمانية بتاعته؟ أنا على المستوى الشخصي الدورة اللي عدت أخ حبيب عزيز أفضل من أنجبت الفيوم، النائب محمد الخولي اللي كان عنده من الذكاء اللي ما بينتخبوش لما يطلب منه مساعدة يجري عليه، وده هو الذكاء. تعالى دلوقتي حاليا النواب من ثقافتهم إن اللي حتى اللي بيقف معاه بيبيعه، هو مش عارف يعمل حاجة ولا هيعمل حاجة. فنقول يا جماعة قدر الله وما شاء فعل، أمس ماضي، اليوم حاضر، غدا مستقبل. انسى الماضي، خذ منه العظة والعبرة، واليوم حاضر، ارسم لنفسك لم توفق في هذه الانتخابات، انظر إلى الانتخابات القادمة واعمل دائما بأمل أن غد أفضل من اليوم واليوم أفضل من أمس. الإنسان مننا يا جماعة أيا كان بنحب بلادنا بس بطرق مختلفة. المشكلة اللي لا يقبلها أحد ان احنا نجرح في بعض مهما كان. النائب نجح ولا يستحق نقول له مبروك وكمل 5 سنوات تبعك وكان الله بالسر عليم. ايه الواجب علينا؟ ماذا نفعل؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم بنقول ان احنا خلاص ننسى لم يحالفه الحظ هذه المره ويبدأ يستعد مرة تانية للانتخابات القادمة، وإن شاء الله يكون غدا أفضل من اليوم وبكل روح رياضية. اللي حلفوا الحظ نقول له مبروك، ولم يوفق نقول له هارد لك، وربما يكون اختيار ربنا سبحانه وتعالى ليك إنك ما تشاركش في مثل هذه الأمور لأن ربنا سبحانه وتعالى شيء ليك هو الأفضل والأجمل. لكن اسمحوا لي برضو إن من الأسبوع الماضي تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من مكر، اللهجة والحدة بتاعته اتغيرت. أنا أتوقع مكر الفترة اللي جاية دي هيجي منزل صورة على تليفونه
ويقول إلا رسول الله، مش حبا في ديننا يا جماعة، لا، هو اتقرص قرصة شديدة قوي. كلمة المقاطعة دي ربنا لما ذكرها في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم فحربوا ضد اليهود لما تحصنوا بالحصون بتاعتهم، فربنا قال له إيه؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها، أي نخلة تقطعوها بتوجع قلب أعداء الإسلام، لأن هم المال يعبدوه من دون الله، والنحلة الاقتصادية عندهم حياة أو موت بالنسبة لهم. لما حدثت المقاطعة الكل لام مكر، بدأ مكر يخرج علينا بأسلوب أفضل من الأول وأجمل من الأول. لكن هي دي، الإنسان لما يكون متمسك بدينه وبعقيدته دائما يضحي من أجلها، فأعتقد سلاح المقاطعة سيجعل ماكرون يتعلم الأدب، وسوف يكون رد قاسي رغم لم يرد عليه المسؤولين، فسوف يرد عليه العالم الإسلامي كله. الشيء الثاني برضو يا جماعة، واحد بيحكي لي بيتكلم مع بنت في الجامعة، فبيقول لها يعني دايما كده وانت خارجة بوسي يد مامتك، أمك يعني بوسي إيد أمك. واحدة من المستشرقين تبوس إيدها، إيه الدين بتاعكو ده؟ إيه الفايدة من إن هي تبوس إيدها يعني؟ الحرية ومش الحرية، يعني في بوس الإيد لما نقول للبنت تبوس إيد مامتك أو إيد باباكي، ربنا سبحانه وتعالى ما الفسجد واقترب، كلما تتواضع مع الله سبحانه وتعالى ترتقي، وكلما الإنسان تواضع مع أبيه ومع أمه، لا بوس إيد أمك وإيد أبوك. أقول لكم على حاجة، أي إنسان لديه أب أو أم على قيد الحياة فرصة اشبع منهم، بوس إيديهم، بوس راسهم. أنا بأكد الكلام، لا، بوسي إيد مامتك وباباكي وبوس إيد أبوك وأمك، هو ده الأجمل وهو ده الأفضل وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكون سبب في سعادتك في الدنيا والآخرة. بعض الأمور النهاردة حدثت في مجلس النواب، تم انعقاد جلسة مجلس النواب النهاردة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للبرلمان، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخير استمر قرابة ساعة، حيث كان مقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا وتمت بدايتها في 1 ظهرا، ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم مناقشة في قرار رئيس الجمهورية بإعلام حالة الطوارئ لمدة 3 شهور على جميع أنحاء البلاد. هذه التفاصيل هناخدها على الهواء مباشرة من دكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير. دكتورة حضرتك شفت النهاردة انعقاد الجلسة البرلمانية تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال، ماذا حدث؟ يا فندم، واحنا طبعا في قوانين كتيره ناقشناها ووافقنا عليها، وكان اهم حاجه هو مد حاله الطوارئ لمده 3 شهور. تمام. لان طبعا ما زال الظروف بتاعه البلد والمخاطر اللي هي موجوده اللي تحيط بيها، فطبعا مهم جدا مد حاله الطوارئ لتامين البلاد ودرء المخاطر عنها. تمام. دكتوره، هل وافق المجلس، يعني وافق المجلس على ذلك؟ يعني المجلس وافق اليوم على تمديد حاله الطوارئ لمده 3 شهور. لمده 3 شهور، ايوه. تمام. هل تم مناقشه بعض الامور الثانيه في الجلسه؟ هي نفس، لا يا فندم، هي نفس الظروف اللي موجوده من قبل. طبعا ونتمنى ان شاء الله يبقى في ظروف في الايام الجايه احسن، ويحفظ مصر ان شاء الله ويحفظ اهلها باذن الله. دكتورة، هل سيتم انعقاد المجلس القديم ولا هذه كانت آخر جلسة؟ آخر جلسة في المجلس الحالي 9-1، يعني آخر حاجة 9-1-21 كده المجلس بتاعنا خلص، ويجي إن شاء الله المجلس الجديد إن شاء الله يبقى ليه حظ أوفر في فعلا، وتبقى البلاد أحسن بكتير من الظروف اللي احنا فيها. يعني إن شاء الله المجلس سوف يتم انعقاده مرة ثانية بتاريخ 9 يناير 2021، وهذه سوف تكون آخر جلسة. لا، قبل كده وفي، بس هو نهايته 9-1. يعني آخر جلسة هتكون 9 يناير 2021. ده كده نهاية المجلس الحالي. شكرا دكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب.
برضو بعض الأمور في مجلس النواب اللي تمت الموافقة عليها، اللي هي تعليم النواب يوافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع ورواتب المعلمين. وافقت اليوم لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم وحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم على مشروع قانون لتحسين رواتب المعلمين. طبعا الخبر ده جميل جدا بالنسبة لي، يعني فعلا فئة المعلمين يستحقوا وأكثر أن تتحسن أوضاعهم. يعني لا يعقل أن مدرس بعد خدمة 20 سنة أكثر أقل يبقى راتبه 2000 و 2500 جنيه. طب بالله عليكم لو عنده طلبة في مدارس أو في جامعات أو يدفع كهرباء هيجيب منين؟ فبيضطر بعد الظهر بيشتغل أي شغلانة تاني، والشغل ما هوش عيب بس المدرس هيبة. يعني إحنا كان زمان لما نشوف المدرس بتاعنا في الشارع نجري ما نقدرش نواجهه. دلوقتي وصل الحل ببعض الطلبة يقول للمدرس تبعه تولع يا بلت، تولع يا كابتن، يولع معاه سجاير عادي. هيبة المدرس لازم ترجع. وتاني حاجة يا جماعة، المدرس هو اللي بيخرج الطبيب، المهندس، الضابط، فيفترض ان راتبه لا يقل عن هذه الفئات المحترمة كمستشار، كقاضي، كمهندس، كإنسان بيشتغل في شركة الكهرباء. يا عم سوي المدرسين بالعمال اللي شغالين في الكهرباء، سوي المدرسين بأي موظف في مصلحة الضرائب، لا سوي المدرسين بأي ناس شغالة في مهن في البترول. لازم المدرسين والمعلمين وكل من يعمل بالحقل التعليمي يتم تحسين أوضاعه المادية، ودي أول إصلاح في التعليم يتم بتحسين أوضاع المدرس. بنتكلم ونقول برضو يا جماعة، مصر شايلة حمل كبير قوي، يعني لا نفاق ولا رياء، مصر أكتر من 100 مليون. يعني طبعا كل شيء رزقه على الله سبحانه وتعالى، لكن ميزانية مصر لما تحب ترصد ميزانية كده في الفطار بس أو في الغداء بس أو في العشاء بس، لا تكفي دول زي تركيا وزي بعض الدول اللي بتتكلم على مصر دي. لا إلزم حدك، أنت بتتكلم عن مصر، مصر قادمة ومصر واعدة والأمور مبشرة. تعرفين لي يا جماعة، عندنا ناس في مصر لا بتجري على منصب ولا يهمها غير أن البلد دي تكون حلوة والبلد دي تكون جميلة، وهم عشان ناس جمال وناس طيبين ربنا سبحانه وتعالى أكيد هيديهم. أغمض عينيك، اقفل عينيك كده، فكر اللي بتفكر فيه ربنا هيديهولك. الإنسان لما بيكون بسيط كده وتقول له رغم أن الظروف الصعبة المادية وتقول له يا أستاذ فلان، يا باشمهندس فلان، يا دكتور فلان، يا حاج فلان، يا شيخ فلان، أنت عامل إيه النهاردة؟ يقول لك يا عمي والله الحمد لله، ده احنا في نعمه. لدرجه ان انا اندهشت لما بسال واحد بقول له عامل ايه، قال لي انا عايش احسن من ملوك بتوع زمان. ازاي عايش احسن من ملوك بتوع زمان؟ قال لي الملك زمان مش كان عشان يشرب ميه يجيبوا له ميه في القله؟ انا بشرب ميه من الثلاجه افضل. مش الملك زمان كان يجيبوا له حد بريش كده ويهويله عشان الهواء الحر يروح يجي له هواء بارد كده؟ أنا بقعد في مروحة وبقعد في تكييف. مش كان الملك زمان يدوروا له على ثياب كده ناعمة شوية مش خشنة زي ما الناس بتلبس؟ قلت له قال لي دلوقتي أنا بلبس كل أنواع الثياب. إذا ما نعيشه الآن أفضل مما يعيشه الملوك قديما، فلله الحمد والمنة. مصر اللي بيتكلموا عنها اقتصاديا واقعة، فأزمة كورونا كل الدول عانت الأمرين. بالله عليكم في مصر حد حس بأزمة كورونا وأزمة طعام؟ ما حصلش. ليه يا جماعة؟ إحنا بنتكلم عن مصر، اللي بنتكلم عن طبعا أنا معانا على الهواء مباشرة دكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري. معالي الدكتورة، عندنا خبر عايزين حضرتك تعليق عليه. تعليم النواب يوافق على مشروع قانون تحسين أوضاع ورواتب المعلمين، وافقت لجنة التعليم اليوم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم وحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين. تفضلي دكتورة.
مساء الخير يا فندم. بالفعل زي ما حضرتك قلت، النهارده كنا بنناقش سواء في لجنة التعليم، وفعلا دخل الجلسة العامة مباشرة بعد لجنة التعليم تعديل بعض مواد القوانين اللي هي 139 لسنة 81 وقانون 103 لسنة 61. دي خاصة بتحسين أوضاع المعلمين، ودي كانت بناء على يعني بناء على توصية سيادة رئيس الجمهورية تمام بزيادة بعض الحوافز وزيادة بعض الأمور الخاصة بالمعلمين. وبالفعل رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم قاموا بعمل هذه الزيادات. فالقانون ده بيشمل زيادة في بدل المعلم، والزيادة دي بدل المعلم ده بتبتدي من 75 جنيه للمعلم والمعلم المساعد لغاية كبير المعلمين 180 جنيه. في كمان حاجة تانية، منح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين برضو مخاطبين ببعض القوانين السابقة، تمام، بتتراوح من 140 لغاية 185 جنيه. أيضا منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين في كل وزارة التربية والتعليم، وكمان الأزهر الشريف. يعني كل الحاجات دي في المعاهد الأزهرية والمدارس الأزهرية بينطبق عليها كل هذه الزيادات. دي كان الجزء الأولاني من القانون. طب دكتورة، الجزء الثاني، دكتورة قبل ما أروح للجزء الثاني، أيوة، في استفسارات هنا. يعني الزيادة دي خاصة بمدراء المدارس فقط ولا كل من يعمل بالتربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين؟ بعض الزيادات تخص المعلمين فقط بفئاتهم المختلفة، وفي زيادات، وفي جزء يختص بجميع العاملين في الفئة التعليمية. يعني تمام، ده كل ده بيتم توضيحه في المواد بتاعة القانون، وكمان بعد كده هيبقى في تفاصيل أكتر في اللائحة التنفيذية الخاصة بيه. الجزء الثاني اللي هو الحقيقة مهم برضو، اللي هو عملية إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم. يعني ده برضو هذا الصندوق بيختص بيه كل اللي بيشتغلوا هنا، بقى كل اللي بيشتغلوا في المهن التعليمية من معلمين ومعاونيهم، وكمان في الأزهر الشريف. تمام، الصندوق ده الحقيقة يعني مهم جدا عشان تحسين الأوضاع الاجتماعية، وهيبقى في مصدر مالي ثابت موجود في هذا الصندوق بيتم تحصيله من حاجات من نسب معينة بقى. يعني مثلا 5% على سبيل المثال، يعني 5% من القيمة اللي بتتخذ لمجموعات التقوية في المدارس، 5% من ترخيص مزاولة المهنة، 5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية اللي بتقرر سنويا في المدارس، منح، تبرعات، هبات، كل هذه الأمور برضو، 5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية. كل هذه يعني النسب ديت وغيرها، يعني ده على سبيل المثال بيغتصب منها وتكون موجودة في الصندوق علشان توفير ما يعني مصادر مالية مستديمة علشان أي وضع يمر به من في حالات الظروف الاجتماعية اللي هتحدد هي إيه بالضبط في اللائحة التنفيذية. دي تسبب استقرار للمعلم، وبحيث ان هو ما يبقاش مهدد ان لو حصلت له اي ظروف لا ما يكونش في اي موارد ماليه تخص ان هو يقدر يتصرف منها. فالحقيقه من الجانبين زي ما قلنا، الزيادات الاوليه بالتحسين حتى لو يعني في بعض المعلمين قالوا ان النسب دي تعتبر بسيطه، لكن هي بدايه، يعني بدايه الاهتمام بالمعلم. وان شاء الله يعني حتى في مواد القانون يجوز بدون يعني بدون بقى تعديل تشريعي، يجوز لرئيس الوزراء ان هو يغير في هذه الارقام والنسب بناء على عرض من وزير التربيه والتعليم. يعني اقصد مستقبلا ممكن يتم فيها زيادات دون تغيير في القانون نفسه بقرارات وزاريه من يعني بناء من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير التربيه والتعليم. سيادة النائب، فدي خطوه جيده بالنسبه لتحسين اوضاع المعلمين. يعني استفسار بس هنا دكتوره في الجزئيه دي، هل يجوز مستقبلا ان رئيس الوزراء بدل ما ينعقد مجلس النواب مره ثانيه لاتخاذ قرار يستغل هذا القرار في اتخاذ بعض الاجراءات او تعديلات في القانون؟ ايوه يا فندم، يجوز لسبب واحد. يعني في بعض المواد، بعض هذه الزيادات الاولانيه منصوص فيها ان يجوز لرئيس مجلس الوزراء
تعديل في هذه القيم الخاصة بالزيادات دون تعديل في القانون. فهنا يعني مثلا على سبيل المثال في المادة الثالثة يجوز زيادة الحافز المنصوص عليه في المواد المذكورة، ده بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بعد موافقة وزارة المالية. يعني معناها هنا الأجزاء دي موجودة في أكتر من مادة، دي تتيح لزيادات هذه النسب اللي هي مذكورة بالجنيه، يعني 140 جنيه 180 وهكذا، دون التغيير في القانون نفسه. فمجرد ان هو يتوافق عليها من رئيس مجلس الوزراء ويطلع في منها قرار دون رجوع مره ثانيه للبرلمان. حضرتك ذكرت ان هذه القوانين تخص وزاره التربيه والتعليم وايضا تخص الازهر الشريف. ايوه يا فندم، دي تختص بالجزئيتين دول. دكتوره ماجده نصر، عضو لجنه التعليم بالبرلمان المصري ونائب رئيس جامعه المنصوره سابقا، شكرا لحضرتك. للأمانة دكتورة ماجدة نصر، من بداية ما ربنا وفقها خلال الخمس سنوات الماضية في البرلمان المصري وهي متعاونة معانا جدا جدا جدا، ويمكن لما سمعت إن هي غير ممثلة في البرلمان القادم كان شيء صعب. بمعقولة الدكتورة ماجدة النشيطة اللي ما بتتأخرش عن أي حد، أستاذ الجامعة بل كانت نائب رئيس جامعة، أدت بجد أداء جميل جدا جدا. أنا يعني الموضوع ده كان شغل تفكيري شوية، فوجئت بعد كده دكتورة نشوى حسين في الفيوم غير ممثلة، لقيت ناس كتيرة جدا من اللي كانوا موجودين في البرلمان الماضي ما همش موجودين رغم الكفاءة والشرف والأمانة، والبعض اللي كنا مفكرين هيطلع بره البرلمان لا هو اللي موجود. اللهم لا اعتراض، مين عارف ما يمكن خروجهم من البرلمان الناس الطيبة دي الناس الشريفة افضل ليهم، ويمكن رجوع البعض اللي احنا مش راضيين عنه حاجه من الاثنين، ربنا يصلحهم ويكونوا على قد المستوى وعلى قد، وده اللي احنا عايزينه رقم واحد، او بقى ربنا يريحنا منهم. بصراحه الشعب المصري محتاج كل شريف، الشعب المصري محتاج اللي يدي الفتره اللي جايه مش اللي ياخد، الشعب المصري محتاج كل انسان بينه وبين ربنا عمار ويدعي ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا ما بنختلفش مع اشخاص، احنا بنختلف على تصرف الاشخاص، كلنا عيوب، مش بنتكلم ان احنا خالي من العيوب، لا ده ستر ربنا علينا ان الامور ماشيه وربنا سترنا، ولو كانت للذنوب روائح ما استطاع احد منا ان يجلس بجوار صاحبه، لكن بفضل الله وستر من الله ربنا سترنا. فبنقول برضو للنواب احمد ربنا ان ربنا وفقك ورجعت للبرلمان بعد ما 99.9 وحتى كمان متوقع ان انت خارج البرلمان. ازاي جيت ازاي رحت؟ ده ما ترتيب بقى ربنا وحاجه يعلمها الله سبحانه وتعالى. احمد ربنا وصلي ركعتين شكر لله وقول من الان ساتغير، من الان القرى اللي انا همشتها خمس سنوات انا راجع لها، الناس اللي قالت علي انا بشتغل مصلحه خاصه لا انا هشتغل مصلحه عامه. صدقني بجد لو لقينا تغيير منك اول ناس نطلع نمدحك. احنا لما بنيجي نتكلم على حد كلام مش كويس بنتعلم من النبي ما بال اقوام، انما لما الاقي نائب بيعمل حاجه حلوه لا اعلن اسمه، ده الدين اللي علمنا كده. يعني كم مره في الحلقات اللي عدت اعلن النائب اشرف عزيز اسكندر، طبعا هو لم يوفق، لكن اتمنى من الله ان يكون ربنا مدخر له الخير والافضل والاحسن، والنائب اشرف عزيز خرج من الانتخابات ولكن كسب حب الشعب الفيوم بالكامل، اقسم بالله حتى اليوم الكل يتساءل لماذا لم يوفق النائب اشرف عزيز؟ لان هذا قدر الله له وترتيب الله له ولعله خير. لما كنت اذكر النائبه نشوى حسين، لما كنت اذكر الدكتوره ماجده نصر، ناس كتيره جدا كنت لما اذكرهم اعرف من جوايا ان ربنا راضي عنهم لان كاتب لهم المحبه عند الناس. اذا احب الله عبدا نادى في السماوات وفي الارض ان احب فلان فاحبوه، واذا غضب الله على عبدا نادى الله في السماوات وفي الارض ان امقتوه، فمن كتب له الله المحبه عند الناس احبه الله. ولكن بقول للكل صفحه جديده، ننسى اللي عدى ونفتكر النهارده وننظر لبكره ونبدا نشتغل بقى بجد. اي حد ربنا وفقه احنا في ظهرك عشان مصلحه بلدنا. مش بنعمل كده عشان عايزين منك حاجه، لا والله ابدا، واوعى تفهمها خطا لما بنبارك لك ان احنا عايزين منك حاجه لا، بفضل الله سبحانه وتعالى لا نسال الا الله سبحانه وتعالى، والناس كلها عارفه الدنيا ماشيه ازاي، واحنا كمان بنتكلم على زمن
العالم كله قرية صغيرة، ما عادش زي زمان بقى ان ما فيش حد يعرف عنك حاجة، لا تفاصيلك الناس كلها تعلمها، وما تخفيه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بكل صدق وبكل أمانة أسأل الله التوفيق لمن وفقه الله وأصبح نائبا، أتمنى من ربنا يصلح حاله ويكون الفترة اللي جاية أفضل وأحسن من اللي عدى كتير، والنواب اللي هم جداد اتعلموا، النائب اللي كان قبلكم وفقد مصداقية عند الناس اوعى تقعوا في نفس الغلطة، لا ابدأوا، اوعى تنسى القرى اللي كنت بتمر عليها ليل ونهار وناس كانت بتروح أماكن عمرك ما رحتها في حياتك، مر عليهم حتى لو مرة في الشهر، بلاش يا عم تمر عليهم، اعمل لقاء وجمع معظم الدائرة عندك في أكتر من مكان واسمع منهم. الشعب المصري طيب قوي قوي قوي، لما تسمع تسمعه كده بكلمتين ممكن تريحه حتى لو ما عملتش أي حاجة. الحاجة التانية خلي الأعمال بالنية زي ما النبي علمنا، خلي نيتك كده مع بداية دورة برلمانية جديدة إن أنت هتساعد الناس كلها، واللي كانش مديك صوته ابدأ بيه. معنا الأستاذة شيماء من كفر الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، مساء الخير يا دكتور. مساء النور أستاذة شيماء. أنا طبعاً حابة إن أنا أعرف أو أفرح حضرتك بخبر، إحنا إمبارح الحمد لله كان لينا جلسة طعن في مجلس الدولة، كان النيابة الإدارية رفعت ضد أحكام كاتب ربع النيابة الإدارية. حضرتك بتتكلمي عليها أستاذة شيماء على المسابقات؟ مسابقة كاتب ربع النيابة الإدارية كرام 62. تمام تمام. وبالفعل امبارح الحمد لله قدرنا نحصل على حكم نهائي بات من القضاء المصري العادل، وهو نصفنا بالفعل أول مرة والحمد لله نصفنا لثاني مرة والأخيرة إن شاء الله، وإحنا بس بنتمنى من هيئة النيابة الإدارية الموقرة سرعة إجراء التحر الإجراءات التعيين إن شاء الله عشان نستلم في أقرب وقت. وأنا طبعا بشكر حضرتك جدا ولكل إعلامي شريف وقف معانا ونصفنا لغاية ما قدرنا إن إحنا ناخد حقنا بالقضاء والحمد لله رب العالمين. أستاذ شيماء من كفر الشيخ شكرا ليكي وألف مبروك لكل من كان في مسابقة النيابة الإدارية، وأتمنى من ربنا في الختام زي ما كنترول بيقول لي عملوا لي ختام ختام وختامها مسك، أتمنى أن الدولة تنظر لكل المسابقات، الشباب كفاية عليه أو كده اتحمل كتير أوي أوي، بقي الدور أن الدولة تثبت للشباب أن مصر أم الدنيا، هي أم لشبابها وما فيش أم تقصوا على أطفالها، وإن قصت يوما لمصلحة ما قصونا على الشباب، أتمنى بقى اللي جاي يكون أفضل واللي جاي يكون أحسن. شكرا لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وأمنها، اللهم احفظ مصر ومن أحبها. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.